Merhaba. Bu kriz de hop. Bu ne? Bir şey mi? Bir şey mi? اليوم مهما كان سقف هذه الشعارات ومناسبة عيد الحب الكل بيهدي حبايبه هدايا وورد أحمر، وإحنا بدنا نهدي حبايبنا ورد أحمر، وهاي الوردة اللي دفعتها من جيبتي لمجلس النواب اللي مخفف مصيبتي، وكل عام وانت حبيبة. وبعد مجلس النواب هاي وردة لمجلس الأعيان، لأنه كل كبير فيه له أكبر، وراح زين الورد الأحمر. الورد الأحمر كل شوارع المدينة حتى نروح الليلة. وبهاي المناسبة بدي أسأل الحكومة بهاي الورد المهضومة. Do you love me? Do you? Do you? Do you need me? Do you? Do you want me? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you? وهاي الوردة جبناها لدولتك من جوا القلب، وعشان نميزك جبنا لك أحلى دب، وكل عام وانت الحب. تمر سنين وانت الحب، عسى الله لا يفرقنا حبيبي، مهما نتغير بيكبر حبنا معنا. تمر سنين وانت الحب، عسى الله لا يفرقنا حبيبي. ولكل طلاب التوجيهي اللي قاعدين على اعصابهم بيستنوا النتائج، احنا صورنا هاي الحلقه قبل ما تطلع النتائج، ومثل ما بتعرفوا احنا التصوير عندنا مش لايف، ومش عارفين اذا رح تطلع النتائج من هون لموعد بث الحلقه ولا لا، ولا انتوا عارفين، ولا المدرسين عارفين، ولا الاهالي عارفين، ولا حتى وزير التربيه نفسه عارف امتى النتائج رح تطلع. الوزارة تتخبط في إعلان نتائج، هذا قول غير دق، أن النتائج لن تكون قبل يوم 16 أو 17. إذا انتهى اليوم سنعلن يوم، إذا انتهى غدا سنعلن غد، بأن موعد إعلان النتائج سيكون يوم كذا أو كذا أو كذا ما بقدر أقول له 18 يوم الاثنين أو الثلاثة لسبب. إذا انتهى يوم الجمعة سنعلن الجمعة، إذا انتهى السبت سنعلن السبت، ننتظر النتائج، بعد أسبوع ننتظر النتائج أيام القادمة. معاليك إذا أنت الوزير ومش عارف إمتى موعد النتائج، يا أخي ما هي كل الناس كانت تحضر هاي المقابلة بس عشان تعلن إمتى الموعد، يا أخي كان ريحتنا والمقابلة كلها هاي ما عملتها، يا زلمة الطلاب خاف عقلهم، بعدين الأهالي قاعدين على أعصابهم يا زلمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا سعيد، هلا بيك. أنا بحبك وبحب برنامجك ترى وبتابعه. شكرا لك. وعندي الأولاد كلهم يابا تشويش تشويش، الولد الصغير هذا محمد يا كبير مضيها. يعني هذا اللي طلع مع سعادة الوزير واللي هو معالي الوزير. معالي الوزير يعني طلع لا هو عارف امتى النتائج، وتلف اعصابنا تلفت قاعدين بالدار مجهزين بقلاوه ومجهزين كنافه ومجهزين حفايات وعصي مشان اذا رسب الولد. يعني انا تهت مش عارف اطخ هيك ولا طخ هيك. عمي كيف ما بدك تطخش هيك؟ اعصابنا تلفت عمو. ابو سعيد روق مش هيك، احكي له النتائج، علنوا له النتائج خليه يعرف مشان الله. الولد مات، الولد بدنا نطخ بدنا طخ، يعني في فشك ملة بالدار. احنا بدنا نبارك لك اذا بدك تطخ. بدنا نفرح يا اخي، افرح بدون ما تطخ. وبعد الامتحانات قام عدد من الطلاب بالاعتصام امام وزارة التربية وبعض مديريات التربية. وطبعا الطلاب بهاي الاعتصامات كان لهم مطالب، ومنها إعادة فترة الامتحانات الصيفية ل 24 يوم بدل 10 أيام، واثنين إعادة أسئلة ضع دائرة بدل الأسئلة الموضوعية. وفي بعض الطلاب كان عندهم شكاوي إنه الأسئلة كثير صعبة، أن الأسئلة عادلة وأن الأسئلة من الكتاب مباشرة وأنه لا صعوبة فيها، والأسئلة ليست أكثر صعوبة من السنوات الماضية. معليك مين قال لك إنه الأسئلة كانت مش صعبة؟
يعني في حدا معين انت سألته، في جهة معينة قالت لك انه هاي الأسئلة مش صعبة، فيدنا اذا عندك. نعم. وانا التقيت مع المشرفين التربويين ومع المعلمين الذين قاموا بوضع الأسئلة بعد الامتحان مباشرة حتى استطلع آراء هؤلاء الزملاء في صعوبة الامتحان، تناسب الوقت وما إلى ذلك من أمور. أكدوا لي جميعا أن الامتحان بمستوى الطلبة. هو بالله أنت جاي تسأل اللي حطوا الأسئلة إذا أنها صعبة ولا سهلة؟ يعني معقول تمسك واحد منهم تسأل تقول له هذا السؤال اللي أنت حطيته صعب ولا سهل؟ لا والله كثير سهل، أي طالب بيقدر يحله. إذا مو في حدا بيحكي عن زيت وعكر، منطقية السلافة. يعني هاي طريقة عرض جديدة للامتحان، فأكيد الطلاب رح يتخربطوا، يعني ممكن يأخذوا وقت أكبر عبين ما يفهموا كيف شكل الامتحان. يا أخي كان أنتوا حكيتوا للمعلمين كيف رح يكون شكل الامتحان، أو كان بالامتحانات التجريبية عملتوا امتحان بنموذج مشابه لنموذج امتحان التوجيهي. ما هي كل الامتحانات العالمية بتعمل نماذج قبل الامتحان تبعها. بعدين إحنا بنحكي عن امتحان التوجيهي، يعني هو لا إشي بس تحديد مصير للطالب لا أكثر ولا أقل. أنا ما سويت لك شيء، أنا ما سويت لك شيء، تتركني بلا أسباب بلا عذار، وأنا إحساسي كان النار. قوانين تسلق في مطبخ النواب، ولا نقبل أن تسلق سلق. ما نسلق القوانين سلق، بدنا وقت. تسلق سلق هذا حكي. يسلق القانون لا يسلق القانون، في أخطاء ولا ما في، أقول أنهم سلقوها سلق، لكن أن تسلق هذه القوانين لا. لا يا زلمة، كيف بتقول لي بسلقوا سلق؟ يعني معقول مجلس 150 نائب ولجان نيابية واجتماعات وجلسات ومش عاملين إشي؟ أكيد عندهم إنجازات، أعطونا الإنجازات خلينا نشوفها. يعني أنجزوا في هذه الدورة في 3 شهور 17 قانون، قانون محكمة أمن الدولة، قانون الجيش الشعبي، قانون محاكمة الوزراء، قانون العقوبات بما يختص بمسألة التعذيب لغاية أن تحال هذا الأمر لقضاء مدنيين، قانون هيئة مكافحة الفساد، قانون حماية حق المؤلف، قانون الضمان الاجتماعي، في عندنا قانون الكسب الغير مشروع، قانون هيكلة المؤسسات، قانون كمان النظام الداخلي للمجلس، قانون نقابة الأئمة، قانون الدواء والصيدلة، قانون الموازنة، في وهو عمل يقابل أول مرة في اللجنة المالية، وهو الرجوع إلى تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2009. يعني قوانين كبيرة ومهمة أنجزت المجلس 17، يجب أن نشهد لها. أيهم ما شاء الله عليهم شغالين 24 على 24. إنه هذا الاجتماع يستمر عادة من الساعة 1 إلى الساعة 6، يعني أنت 5 ساعات وإحنا قاعدين والله ما نشرب إلا فنجان قهوة وكاسة شاي. بس يا أخي لو تحاولوا من عندكم شوي تنزلوا لها الأسعار. مجلس النواب الأردني غير مسؤول عن رفع الأسعار منذ بدايته حتى نهايته. إحنا ما لنا علاقة برفع الأسعار، الحكومة هي التي ترفع وهي التي تخفض وعمرها ما خفض. هو بعدين طلع على البوديوم وحكى أنا أتحمل على كاهلي رفع أسعار الكهرباء والنواب ما لهم علاقة. تذكر هذا الكلام، نفس الدكتور عبد الرسول حكى هذا الكلام وأنا وهو مسجل ومثبت. ومعك حق وعنا الإثبات على حكيك، أعطونا الفيديو. أنا كل ما تفعله الحكومة في هذا الباب رفع أسعار الكهرباء هو من صنع يديها وليس من صنع يدي مجلس النواب، وتتحمل هي المسؤولية الكاملة. والله شكله سعادتك انت قاعد بتفضفض. فضفض كمان، طلع كل اللي عندك، احكي لا تخليش ولا اي شيء. احنا مهندس رائد، مرات لازم احنا نحكي عن وزني. خليش مرة في القرن اول مرة والثانية والمرة الثانية اشي مبكي يا زلمة. احنا هذا مرق رغما على انف النواب. نعم. نقدر نهددهم بطرح الثقة ولا نستطيع طرح الثقة، ولكن ولا يستطيع مجلس النواب الأردني يطرح الثقة في الحكومة الأردنية. أتحداك إذا الحكومة الأردنية تقدر تفوت على سوق الخضار المركزي ولا تسيطر عليه، أتحداك. يعني إحنا الأسعار الحكومة عم ترفع ومدو ما ترجعنا، إحنا بنصرخ ويجب إيقاف الأسعار. برفع ثاني يوم بدون ما أحكي لك، بلغوك عن السجائر والكحول؟ ما بلغوك. عن الملابس بلغوك؟ ما بلغوك. مزبوط ولا لا؟ الخضار والبيض طايف السمان ما بنعرف شو السبب. بنحكي لوزير الصناعة والتجارة بقول له معاليك أنت إلك فريق في سوق الخضار المركزي يراقب الأسعار؟ قال لا. قلت شو بس قاعد بسوي عندي هون؟ فهمت عليك؟ ما في إنه تأثير فعلي على الحكومة. رفع الأسعار والتوظيف مش عندنا، بيجي عندك اللي كله مليان أخطاء. والله العظيم طفل صغير إذا تجمع الأرقام قدامه بيقول لك إنه في خطأ في جمع الأرقام. فيش عندك 30-40 نائب برا البلد، يعني كله في زيارات رسمية، يعني هذا الحكي بسيري. ومن ثم سأتكلم إلى جدول أعمال الجلسة المقرر للجلسة
امين العام. استنى استنى يا زلمه، بدنا نحكي قبل الفيديو، بدنا نعرف شو القصه. في ناس بتقول لك موساد وسي اي اي وبيصيحوا على بعض، بدنا نعرف شو السلافه. هسه هسه يا معاذ. خلص يا خبر خبر، انقع انقع على خبر. هاي دائما بتصير بين المجلس، دائما يا زلمه. بيني وبينك دائما بتصير. خلص طيب، توكل على الله. خلص أنسور يعرض تصدير الغاز لمصر. شو هذا الخبر؟ مش مفروض احنا اللي بناخذ من مصر والخط الغاز تبعهم صار فاقع 19 مره؟ شو السلافه هاي؟ شو في؟ بالنسبه للغاز المصري، نحن ندرك طبعا الوضع في مصر كل الادراك، ونحن مقبلون على بدائل اخرى. احنا مثلا بدانا في بناء رصيف استيراد الغاز، بدانا وسينتهي العمل فيه خلال هذا العام، في بحر هذا العام إن شاء الله، وسيكون متاحا لدينا فائض استيراد غاز لنا، وتستطيعون أيضا الفائض بإمكانيات هذا الميناء أن تستورد مصر الشقيقة بعض حاجتها من خلال هذا الميناء الأردني. إذا شو السلافة اللي لبسنا فيها يا زلمة؟ شو السلافة هاي اللي حكمتنا إياها؟ شو فيه؟ أن هناك إمكانية كبيرة للتجارة البرية ما بين بلدينا. ايه؟ نقل بري؟ إذا شو القصة اللي لبسنا فيها كمان مرة هاي؟ كيف بدك تعمل نقل بري مع مصر؟ ما في معنى بيننا وبينهم حدود. إذا بروح جيب الخريطة ما في حدود، شو السلافة اللي بدك تلبسنا فيها يا زلمة؟ أيضا الربط السككي، هذا مهم جدا. سكة حديد؟ يا أخوان أنتوا سامعين نفس اللي أنا سامعه، سكة حديد؟ يا زلمة شو القصص اللي بتلبسنا فيها هاي مشان الله؟ شو القطار اللي بدك توديه على مصر هذا؟ بدك تطقعه برمائي؟ قطار الضفدع هو كاين؟ يا زلمة مش قصة هاي. ضغطني يا زلمة، والله العظيم ضغطني. قاعد بقول لك بدو تقعها سكة حديد، احنا الباص السريع 9 سنين واحنا لسه اصلا مش مبلشين فيه. وافق مجلس النواب على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي، وستبدأ الشركة التي أخذت الامتياز بطاقة انتاجية من 2650 برميل إلى 300,000 برميل يومياً. أيوة هذا هو الحكي الصح، هسا بنصير دولة نفطية ونستخدم الصخر الزيتي يا كبير، حلم الطفولة هذا بده يتحقق هسا. شو الوعد؟ خبي فالنتاين دي. شو اللي خبي فالنتاين دي؟ شو اللي جابه؟ شمي خل وريقه، خل وريقه، هاي خليها عندك هون. طيب خليها عندي. انت شو اللي جابك هذا الخبر؟ مش عن اسرائيل. ما احنا اتفقنا انا وانت انه انا اطلع في كل الخلقات بعدين انا عينوني كابتن. حبيبي انت لازم تسخن من خلم الطفوله اللي انت عايش فيه. شو اللي بيحكي فيه هذا؟ شو ما انتو شو دولة نفطية؟ احنا دولة نفطية. 300,000 برميل، مالهم 300,000 برميل ولا اشي حبيبي. السعودية بتنتج 10 مليون برميل في اليوم، 10 مليون. حبيبي احنا 300,000 برميل عاجبيننا، احنا الصخر الزيتي بدنا نطلعه، براميل نصفتها نتصور جنبها، نفضيها بالشوارع ونتزحلق، انت شو دخلك؟ شو اللي شو بدك؟ شو حبيبي انا بسخيك، انا انت حبيبي انا لازم انسخك. يا اخي انا ما بخبك، لازم اسخيك من الخلم اللي انت عايش فيه. ايه طب شو رايك تطلع برا انت وترجع لي خبر اسرائيل؟ يلا حبيبي، يلا يلا كابتن. شهد خسارة العام الماضي لشركة المتكامل للنقل تقدر بقيمة 1.9 مليون دينار، يعني أبو 2 مليون دينار. وهسا شركة المتكامل للنقل اللي هي بتغطي 80% من خطوط التنقل في عمان،
هسا اللي صاير انه الحكومه شرت حصه الشركه الكويتيه بقيمه 10 مليون دينار بشهر 4/2013، والنتائج طلعت باخر السنه انه الشركه هاي خسرانه 2 مليون دينار. ما هو يا اما انتو شاريين شركه خسرانه، وانا صراحه مش عارف كيف بتفكروا بهذا الموضوع، يا اما انتو خلال هاي الفتره خسرتوا الشركه 2 مليون دينار. هسا هاي الخساره 2 مليون مين اللي راح يتحملها، الشركه الكويتيه ولا الحكومه ولا احنا؟ الخبر الصح شاكيرا بيكي غيور جدا، ما هو من عمايلك روقي الثانيه. مطلوب سيدات للعمل في صالون لعمل بديكير ومانيكير وعمل مساج. طب شو ماله هذا الخبر عادي يعني؟ شوفي شو ماله، اقرا تحت مكان العمل، اقرا مكان العمل، القاعده الجويه الامريكيه في الزرقاء، واحنا في عندنا قاعده جويه امريكيه في الزرقاء. شوف اللي بعده كمان، الاعلان اللي بعده شو استنى ومطلوب حلاقين للقاعدة الجوية الأمريكية اللي في الأزرق، يعني طلع عنا في قاعدتين مش واحدة. لا يا عمي بدنا نعرف شو السلافة، هاتوا لنا مصدر مطلع، جيبوا لنا حدا يحكي لنا عن الموضوع. يلا معاد، هاي جبنا لك مصدر مطلع، تفضل أخ مصدر. بالنسبة لأنه في قاعدتين جويتين أمريكيتين بالأردن، شو رأيك بهذا الموضوع، صح ولا خطأ؟ يعني يا أخ معاذ، إذا بنلاحظ الخبر وبنحاول ندقق عليه شوية بنلاحظ أنه لا، ما في قواعد أمريكية. طب وشو بالنسبة للإعلان اللي نزلته الشركة الأمريكية؟ يعني أخ معاذ والإخوان المشاهدين، إذا بنحاول ندقق شوي على الخبر، قامت الشركة بسحب الإعلان وأصدرت بيان إنه في خطأ بالإعلان. يعني في خطأ، إيش هو الخطأ بالضبط؟ يعني يا أخ معاذ، الخطأ اللي صار إنه هم ما بدهم حلاقين، هم بدهم 13 دهين وبليط. شكرا لك اخ مصدر، شكرا لك وعلى معلوماتك القيمه جدا. فازت الماعز الغناميه التي جاءت من الاردن بلقب ملكة جمال الماعز في مسابقه ملكة جمال الماعز الشامي، ولك يا ريت، الف 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 مبروك، عن جد رفعتي راسنا، ومن عندنا من هون بنعطيك هالاغنيه. يعقد الكنيسة الإسرائيلي جلسة لبحث فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى بدلاً من الولاية الأردنية على المسجد الأقصى. يا سلام شلوط، تعال تعال. ما بدي. شو اللي ما بدك؟ هذا خبر إسرائيلي، هذا شو اللي بدك تيجي عليه؟ تعال يلا. ما بدي. روح على الخبر اللي بعده، روح بعدين نكمل. حبيبي شو اللي بتدلع وما بدي؟ شو مالك؟ أنا بمزح معك. تمزح اسمه معك. مزاخ قبل المزاخ وقبل شو المصيبة اللي عاملينها؟ ايش ولاية على المسجد الأقصى؟ شو حبيبي انت ليش زعلان؟ شو اللي ليش زعلان؟ شو بتحكي فيه؟ هاي الولاية احكي لك ليه صراحة، بدي احكي لك صراحة. هالمرة بدي صارحك. احنا بدنا ناخذ ولاية مسجد أقصى عشان نخلي كل الناس تفوت على المسجد الأقصى، كل الأديان تفوت على المسجد الأقصى، كل القوميات تفوت على المسجد الأقصى، مش واخد انتو بس. صراحة؟ أنا بحبك. طيب بس انتو عنصريين. اوعى تحكي عنصريين، انت العنصري وشكلك العنصري، ولك انت شكلك بده يروح على المسجد الاقصى بده يشوف مكان مقدس، ولك شكلك بدك تروح تبحش وتحفر تحته تنبش تنبيش. انت كشفنا مبيني خبيبي. خبيبي شو منقسمهن بينك وبيني؟ شو اللي الشغلات اللي بنطلعهن من تحت
ذهب وكذا وفي هيكل. شو الهيكل؟ هي هي شو بتخبص انت يا زلمه؟ شو بتخبص؟ مالك هيك انفعلت وعصبت؟ شو الهبل؟ من زمان ما ارقلت بصراحه. من زمان مش مارقل طبعا. مش مارقل ما هو شكله ليش ما يمنعوها بالاردن؟ ليش يا اخي شو دخلك؟ احنا بدناش ندخن بالاردن. طيب اكيد انت لا تتدخل فينا كمان. في الكنيسة احنا حرين من نقعد في الكنيسة نعمل اللي بدنا اياه. انت ما لكم دخل. كنيسة؟ كنيسة. كنيسة كهرباء. روح وضقعها اليسا، اعطيها تكنيس. روح من وجهي. روح قال ولايه. قال والله بعد النقص اللي واجهته أسواق الخضار من البصل، توافق وزارة الزراعة على دخول 20 إرسالية بصل إلى الأردن. يعني قطعة من البصل هسه ما أي بصل هادي. ولك وانت شو بدك فيه البصل؟ أريد أن أعمل الأونيون رينجز. بقول لك أونيون رينجز. بقول ولك روح من وجه. مين اللي عمل استوديو جديد؟ مين اللي وسع المساء؟ بطلت أقدر أمسكه هذا. أنا راح. ولك روح من وجهي. شو بتلاعب فيي قاعد؟ والله بدي أقول روح من وجه منه. خلا اونيون رينجز. بقول لك تفضل. بعث دولة رئيس الوزراء عبد الله نسور كتابا لمصفات البترول يوضح فيه ان مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بامر هذه الاسطوانات، وعلى ذلك قرر مجلس إدارة شركة المصفاة بترجيعها يا كبير.